بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الموضوع اللي غادي نناقشوا اليوم هو موضوع تربية الدجاج البلدي أو الدجاج المحلي أو الدجاج المحلي. المشروع اللي أصبح كيعرف واحد الإقبال كبير واهتمام العديد من الناس البادية وحتى الحواضر بشكل خاص في السنين الأخيرة، من بعد ما كان أسلوب التربية تقليدي وبدائي، يعني كيقتصر على أن الدجاج كيتربى في البادية مطلق حر، كيرعاو داك الشيء وكياكل داك البقايا ديال الاكل وكياكل، يعني كيتغذى على راسو، يعني كيتغذى بطريقه يعني بطريقه راسو هو، يعني ما كيتسناش انه من المربي ديالو انه يوكلو لانه يدير له المبيت ديالو الخاص او اي حاجه من هذا القبيل. لذلك هذا المشروع هذا هو مشروع مضر للدخل بطبيعه الحال، لانه لو ما كانش مضر بالدخل ما غيلتجئوش ليه بزاف ديال الناس اللي اصبحوا كيلتجئوا ليه، كما انه معفي من الضرائب، يعني ما يمكنش المربي يخلص ضرائب على هذا المشروع هذا، يعني هو مضر للدخل والدخل ديالو كيكون في واحد المده وجيزه، يعني الى خص غير الصبر والصبر والصبر خاص غير الصبر والصبر. إذا كان مولاه متبعه واحد متابعة يومية وكيفكر فيه كمشروع ماشي كهواية أو كهمزة، يعني بهذه الطريقة باش كنهضرو بهذه الطريقة هذه، يعني أنه يكون واحد المشروع اللي دير لوحة استراتيجية أو كما كيقولوا مخطط، مبغاش تخرج أو مخطط، يعني دراسة شاملة لهذا المشروع هذا عادي بالله. الاستثمار هو خاص يكون يستثمروا في هذا الموضوع، في هذا المشروع هذا، ونديروا له البلان ديالو أي حاجة باش الناس كتوصل وكتحقق واحد النتيجة مرضية. خصو ضروري يكون واحد دراسة شاملة للموضوع، ماشي غير نشدو وندخلو ليه جبهة، خاص يكون واحد الاستثمار، تستثمر في كل ما لديك من طاقة ومال في هذا الموضوع، يعني خصو يكون واحد استثمار مادي ومعنوي، يعني مادي احنا كنا كنعرفو المادة اللي هي الفلوس، ومعنوي كنعنيو بها المعنوي كنعنيو بها الصبر، والصبر ثم الصبر ثم الصبر، وان الصبر مفتاح الفرج، يعني لما كان صبر راه والو، لما كنتيش غادي تصبر راه والو. كن اكد على هذه الكلمه الاخيره اللي هي الصبر، لانها هي مفتاح النجاح. هذا المشروع بالذات اللي كنشوفوا حاليا ان الكثير من الناس المقبلين على هذا الميدان هذا ما باغينش يصبروا، باغيين يوصلوا لواحد النتيجه بالزربه، يعني كيقلبوا على الدجاج يكون كبير وموجود موجود وكيعطي البيض، غير يدخلوا عنده الكوري يبقى يعطيه في البيض ويبقى يضرب، كيبقى يبدا يحسب كيشد داك البيض وكيضربوا في العدد ديال الدجاج اليومي، وها هو بخير والفلوس داخله. بالعكس كانت هذه هي وجهة النظر ديالك اخويا الكريم، كنصحك غير قلب على شي مشروع اخر، لان هذا الميدان هو ميدان فلاحي، وميدان تربية الدجاج بصفة خاصة كيبغي تستثمر وتصبر حتى تجني الأرباح. حد هنا راحنا متفاهمين، كنعتذر على هذه المقدمة الطويلة ولكن ضرورية. ندوزو للمشروع. أولا نتعرفوا على الدجاج البلدي شنو هو ومنين جاي، باش ما نعطيوش مجال للناس اللي ما عندهمش ضمير ينصبوا علينا. أولا الدجاج البلدي هو واحد الخليط اعتباطي من عدة سلالات اللي كنعرفوها وتهجين طبيعي عبر السنوات، وما كاين سلالة أصلية في المغرب ديال الدجاج. إذا اللي كيقول ليك أنا نبيع ليك دجاج بلدي حر وأصيل وما نعرف شنو، راه غير كيكذب عليك. الدجاج البلدي هو خليط من عدة أنواع مستقطبة من أوروبا وآسيا وأمريكا عن طريق الرحل، يعني شحال هذه الناس مثلا كان الاستعمار، كل واحد فيهم تيجي مثلا دجاج عنده من بلاده يتزوج، مثلا كما كنعرفوا ان البلاد المغرب والجزائر تستعمروا من طرف فرنسا واسبانيا، مثلا واحد جاب فروج من اسبانيا وواحد جاب دجاجه من فرنسا وواحد جاب فروج من اسبانيا وتزوجوا هنا، يعني كل واحد غيكون عنده واحد الاصل مختلف، ولكن ملي غيتزوجوا غيعطيونا واحد النوع جديد، هذاك هو النوع اللي كنحصلنا عليه اللي ولا عندنا دابا في البلاد طاير، اللي هو خليط ما بين دجاج كروازي ودجاج الزينه ودجاج اللحم. القاسم المشترك الواحد بين هاد الدجاج هذا كيمتاز هو بواحد المقاومه لعده الامراض، كيحتمل يعيش في جميع الظروف نسبيا بالمقارنه مع الدجاج الاخر كالدجاج الابيض اللي كنعرفو اللي مربي في الكوري، واللي باش كيوجد كيكون 40 يوم وكنلقاوه وكنشريوه بواحد الثمن، يعني هاد الدجاج هذا معروف بالمقاومه ديالو للامراض، لانه على اصلا هو كياكل تعابين وكياكل سموم
مع ذلك المرض الخبيث راه لا ما كيفرقش بين الدجاج البلدي والدجاج الرومي، بحال نيوكاسل والقنبرة والشخرة معروفة، هذو أمراض ما كتفرقش بين دجاج بلدي ولا دجاج رومي، يعني يصيبوا أي نوع من الدجاج اللي ما كانش محروس ومقنن ومداوي مزيان. نديروا دراسة ديال 500 فلوس مثلا باش نبداو ونشرحوا لكم مزيان. أولا باش تبدا المشروع ديالك خصك البنايات، ما تخليش شي حاجة هائلة، تكون واحد الحاجة كبيرة، واحد البناية كبيرة، فقط غرفة من 20 متر مثلا في ديماري، جيب ليها الكتكوت. بالنسبة لعدد الكتاكيت خص تكون كل 27 كتكوت في متر مربع في غرفة الديماراج اللي غنبداو فيها، تكون مجيرة نقية ما فيهاش الكوروندير، ما يكونش فيها التيارات الهوائية، وكتحتوي على واحد الميزان الحرارة يدير تقريبا واحد 50 درهم. عشة ديال التربية الدجاج من بعد الديماراج خاص تكون 7 دجاجات في المتر مربع، ماشي بالضرورة تبنيها، فقط تقدر تصاوبها راسك بالقصب مثلا كما كتشوفوا، وكما درت في فيديوهات سابقة العشة ديالي داير انا الدجاج هي فقط مصايبة من القصب والعواد، يعني كطيح رخيصة ما غاداش تفوت واحد 1000 درهم. ضروري خاص المساحة الضرورية فين غادي يسرحوها الدجاج باش ينقصوا عليك من التكلفة والتربية، وكذلك بحكم ان الدجاج البلدي خصو يخرج ويقلب على حاجياته من الفيتامينات من الطبيعة استسمح. هاد المساحة خصها تكون بمعدل واحد 4 المتر للدجاجة على أقل تقدير، يعني ماشي مشكل، حنا المساحة فين غيسرح كما كانت، ماشي كما كانت مزيان، يعني غير فاش تضرب فيهم الشمس والهواء ويبحثوا في الأرض. يعني الدجاج البلدي معروف عليه خصو يحفر وخصو يقلب وخصو ياكل تراب وبزاف الحوايج، مهم ما عليناش. وداك المساحة اللي غادي يسرح فيها الدجاج خصها تكون محاطة بواحد الكرياج مثلا باش ما يدخلوش الحيوانات المفترسة ليه، يعني واخا يبقى بوحدو لواحد المدة قصيرة تما ما تخافش عليه، ما تخافش بزاف وما تخافش عليه، وتكون هاني مع راسك مثلا الا بغيتي تمشي غير تقضي واحد الغرض خارج داك المزرعة يكون محمي وما مالو والو، وتكون انت مطمئن عليه. الفلوس ملي يبدا عندك، هاد الفلوس اللي خصك تجيب اللي غتبدا به داك 500 فلوس ملي تضرب عندك 21 يوم غيبداو يبانوا لك الكتاكيت، بداو ينقزوا ويفضفضوا الريش، يعني بدات تخرجهم، خصك تبدا تخرجهم برا باش تضرب فيهم الشميشه الا كانت الشمس، مع عطاء واحد الوجبه يوميه باش تحاول واحد الوجبه يوميه تكون خارج فين البيت فين تيكونوا فين ساكنين، باش تولفهم واحد الوقت محدد في اليوم، ماشي غير فيما رزقات لك تخرجهم. ما تنساش نسبة الموت ضروري غتكون اللي كتوصل حتى 6%. ندوزو دابا الفترة ما بعد 21 يوم. هاد الوجبة مكتملة من حيث البروتين والفيتامينات والطاقة والأملاح المعدنية اللي خصك تعطيها لهم، هي واحد الخليط كل 100 كيلو فيها ذرة وشعير ورويزة، حيث رخيصة ومفيدة، خبز كرم مدقوق وكأس ديال الملحة اللي كنستهلكو. كيبقى لك الاختيار في تشكيل الوجبة، فقط يجب موازنة الوجبة ما بين واحد 3 المكونات اللي ذكرت زائد الملحة. غتبدا تفرق بشكل يومي من الشهر الأول للعلف ابتداء من 80 غرام حتى توصل ل 100 غرام ابتداء من الشهر الثالث. قد ما تهليتي قد ما نقصت مدة التسمين، لأن تحويل اللحم عنده علاقة وطيدة بالنسبة للعلف المستهلك. مثلا في فرنسا والدول اللي طورت الجينات ديال الدجاج مثلا، كل نوع ديال الدجاج عنده واحد المؤشر الاستهلاك كيتسمى لانديس دو كونسوماسيون. شنو هذا لانديس دو كونسوماسيون؟ ببساطه هو شحال من كيلو ديال العلف ياكل لك الدجاج باش يوصل لواحد الوزن في مده معينه. المهم الدجاج البلدي ما كاينش هاد الهضره، تهلاو فيه وصافي. في المغرب حسب تجربه الميدان فكل 5 كيلو علف كيعطيك 1 كيلو لحم في الشهر، في 4 شهور عفوا على اقل تقدير، يعني الا ضربنا الحساب في 4 شهور فروا 2 كيلو كيخصوا 10 كيلو د العلف، معدل 3 دراهم الكيلو زائد 1.6 درهم ديال الدواء، المجموع هو 31 درهم باش غيطيع عليك الفروج كمصروف لكل فروج المدة ابتداء من 4 شهور، وبمردود نيابة بين 1.7 الكيلو و 2 كيلو. ملي كنقول 2 الكيلو راه وزن أقصى ولمدة أكثر من 4 شهور، ودائما عندك واحد الهامش الربح اللي تقدر تلعب فيه في توفير مساحة أكبر للسرحة باش تنقص عليك المصروف ديال الأكل. كيما كنقولو الأكل تخلي الدجاج يرعى أكثر باش يدبر على راسو، وهكذا كتكون أنت
اعتزلتي ونقصت عليك بزاف ديال المصروف وبزاف ديال الحوايج اللي قدو يتزادوا عليك ويتزاد عليك الفلوس، وباش يطيح عليك الفروج او الدجاجه باقل ثمن ممكن. يعني ضروري كما كنأكد خاص يكون واحد المساحه اللي يسرح فيها الدجاج باش ياكل الربيع ويتغدى راسه وما يبقاش مختصر وكيتسنى العلف كل مره تعطيه العلف كل مره تعطيه العلف. يعني الفروج غادي يطيح عليك بواحد الثمن كبير، يعني كل ما كانت مساحه كبيره باش يسرح فيها الدجاج غادي ياكل الربيع وغادي ياكل بزاف الحوايج. لو كنت غتعطيه كيلو في النهار 10 دجاجات مثلا، غادي تعطيهم 700 غرام ولا 600 غرام، ومن ثم فانك غادي تستافد وغادي تربح داك 300 غرام ولا داك 400 غرام. اوتي خوات، هذه هي الحلقه اللي اليوم طرقنا لها واللي شرحت لكم. كنتمنى ما نكونش طولت عليكم بزاف، هذا الشيء غير باش نفيدكم وباش تستافدوا مزيان. شكرا لكم، وننتقلوا لموضوع اخر ان شاء الله في حلقه قادمه ان شاء الله يا ربي. وكنتمنى التوفيق للجميع، وما تنساوش مشاركه وجيم وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. كما وعدتكم غادي نعمل 3 فيديوهات في كل اسبوع، كل يوم اثنين واربعاء وجمعه. وشكرا بزاف، تهلاو في راسكم، الله يعاون الجميع.